صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده انا رايح احلى، بس دي مناسبه ان احنا نعمل عليها فيديو. لان في ناس كتير قوي بتسالني في القناه، انت بتحلق او الحلاقه بكام؟ انا حلاق وعاوز اجي اوكرانيا اشتغل حلاق، وحضراتكم هتكونوا معايا، يا رب اقدر اصور لقطه او لقطتين واعرفكم الناس بتحلق ومين الاشخاص اللي هم بيحلقوا في اوكرانيا معظمهم. اولا انا عشان احلق بخرج بروح للحلاق، انا عمري ما سالت الحلاقين عاوز كام. طب هل بيعمل لك استشوار؟ هل بيعمل لك قصات؟ مش عارف ايه الكلام ده كله. بيعمل لك قصات اللي انت عاوزها، وبيسالك عاوز شعرك قصير ولا طويل، بيسالك الاسئله دي، وايه الحلاقه اللي انت عاوزها. في الاول لازم يسالك على الحاجات دي، او تسالك على الحاجات دي بمعنى صح. طيب خلينا ما نضيعش الوقت ونروح الحلاقه الاول، وبعد كده اخدكم للبازار السوق ونشوف الناس دول بيبيعوا ايه وبيشتروا ايه. فهيبقى يوم عن هذين الموضوعين، خليكم معايا ويا رب حلقه النهارده تعجبكم. القمر ده بيحلق لي طبعا ان شاء الله باذن الله، وانا لسه ما كملتش حلاقه. خلصت حلاقه اهو، ايه رايكم؟ طيب بتدفع كام في الحلاقه يا خالد في اوكرانيا؟ طيب هقول لكم، انا باجي احلق ما بسالش البنت عاوزه كام. انا عارف هما بيحلقوا ب 70 او ب 80 جريفن، بس انا بديها 120 جريفن وباخد بعضي وامشي. النهارده سالتها عشان اعرف واقول لحضراتكم كام تحديدا، فسالتها قالت لي 80 جريفن، فاديت لها ال 120 جريفن برضو. ده الحلاق، بنت بتحلق لك والموضوع بينتهي. ولفينا في السوق، دول الناس اللي بتبيع وبتشتري وانت في اوكرانيا. بتيجي تحلق، الناس في منتهى الذوق والاخلاق معاك جدا جدا جدا، بيعاملوك معامله جيده جدا. 120 جنيه حوالي 4 دولار ونص تقريبا، او 4 دولار. 4 دولار بتحلق في اوكرانيا. الناس اللي بتيجي تحلق هنا او بتشتغل في الحلاقه، الناس دول اصلا بيشتغلوا في محلات للعرب، او بيشتغل من منازلهم في بيته. وانت حلاق عربي اعمل حسابك ان انت هتحلق للعرب بس، مش هتحلق للاوكران، نادرا الا لو ليك واحد صاحبك ممكن يجرب معاك، لكن غالبيه الاوكران بيحلقوا عند الاوكران، ارخص وفي نفس الوقت عارفين حلقاتهم وعارفين طبيعه شعرهم. لان البنت بتحلق لك لازم تخش المحل وتكون لابس الماسك، ولكن انت لما بتيجي تحلق بتقلع الماسك وبتركنه على جنب، ولكن لازم تخش لهم بالماسك، ودي حاجه مهمه جدا لازم اعرفكم بيها برضو عشان الناس تبقى عارفه. ده في الاجواء اللي احنا فيها، اللي هي اجواء الكارانتين والحجر الصحي. في تسعيره محدده على مستوى اوكرانيا بالنسبه للحلاقه او الاسعار عموما. خليني اتكلم معاكم في حته الاسعار دي عشان الناس كلها تبقى فاهمه الموضوع. لا مفيش تسعيره محدده، يعني ممكن تخش المحل دون فتحلق برقم ماشي، وتخش محل بعد منه في حته ثانيه تحلق برقم مختلف عن الرقم اللي انت حلقت بيه. فموضوع التسعيره دون حتى في المواد الغذائيه، حتى في الادويه، يعني اتنين صيدليه في نفس الشارع والاتنين قريبين من بعض جدا، فممكن تشتري نوع دواء او انواع دواء كتير بسعر
وتروح مكان تاني تشتريها بسعر اخر. فموضوع التسعيرة دون بصراحة مشكلة في اوكرانيا. طب هل في ضوابط او روابط لهذه المواضيع ان انت تبيع وتشتري بمزاجك؟ اكيد الضرائب. الضرائب هي اللي بتحكم الموضوع دون. اختلاف الاسعار دون في اوكرانيا منتشر كتير جدا جدا جدا، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتحيرني احيانا. طيب حاجة مهمة برضو حابب ان انا اقولك عليها، لو انت موجود في اوكرانيا وعاوز مثلا تحلق زي موضوعنا النهاردة، هل بتروح منك لنفسك تحلق؟ لا، الكلام ده مش مظبوط. انت حضرتك بتبقى ساكن في منطقة ما او مدينة ما، فبيبقى جنبك الحلاق، بالذات الحلاق والحاجات اللي هي الخاصة بالسيدات اللي هي الضوافر والحاجات دي، فبتاخد رقم هذا الحلاق. الحلاق ده غالبا بيبقى واحدة ست، والواحدة ست دي بتبقى جميلة الجميلات، ولكن ده مش مقياس ان انت تعمل معاها علاقة. لا، هي بتشتغل وبتاخد اجرها وكل واحد بيروح لحاله، ومفيش اي كلام اكتر من ان انت بتحلق او انت زبون. طيب لو رحت من غير معاد، فحضرتك بتاخد رقم التليفون بتاع صاحبة المحل، وغالبا بتبقى صاحبة محل او راجل وبيبقى مشغل معاه سيدات، بتاخد رقم التليفون وبتتصل بيهم، اجي دلوقتي، اجي النهاردة، اجي كذا، فيقولوا لك احنا مشغولين دلوقتي، لا تعالى بعد ساعة، تعالى بعد كذا، فبيحددوا معاك معاد ان انت تحلق. طيب لو انت رحت من غير معاد هل تحلق؟ تحلق، بس في حالة واحدة، لو رحت المحل ولقيت المحل فاضي، فبتستأذن من صاحب المحل او صاحبة المحل او العاملين في المحل، ينفع احلق دلوقتي ولا بعدين؟ فيقولوا لك ممكن او لا. فدي موضوع بيبقى بالحظ ان المحل يكون رايق مفهوش زباين في الوقت دون، فانت بتروح بيقبلوا الحلاقة بتاعك. طبعا انا حلقت زي ما انتم شايفين اهو الحمد لله، بس خلينا نلبس الكاب، حبيت اقول لكم ونلم هذا الموضوع عشان الناس تبقى عارفة القصة بتاعت الحلاقة بالذات، لاني بتشغل ناس كتير. حاجة تانية، سألت البنت اللي بتحلق لي، لو انا حلاق وحبيت اجي اشتغل حلاق هنا في اوكرانيا ينفع اشتغل؟ قالت لي لا ما ينفعش، لازم يكون معاك دبلومة في الحلاقة. يعني حضرتك لو حبيت ان انت تشتغل في محل اوكراني لازم يكون معاك دبلومة متخصصة في الحلاقة، لان محدش هيسمح لك ان انت تحلق لحد بدون ما يكون عارفك. دي حاجة. الحاجة التانية، لو انا عربي وجيت اوكرانيا وانا حلاق، هل ينفع اشتغل حلاق؟ ينفع تشتغل طبعا حلاق. ليه؟ لاني انت بتشتغل مع العرب وانت بيبقى معاك اقامة اوريدي بغرض الزواج او باي انواع الاقامة ما عدا الدراسة، لان الدراسة ممنوع العمل للطالب. بس الطالب لو حلاق بيشتغل في السكن الجامعي، بيشتغل من خلال علاقاته باصدقائه وبيشتغل وربنا بيرزقه، ولكنه قانونا ما ينفعش. طيب بالنسبة للناس اللي بتشتغل في المحلات بتاعة العرب وبيحلقوا لعرب، هل بيحتاج ان هو يكون معاه دبلومة؟ لا ما بيحتاجش، بيشتغل عادي باليومية او بالمرتب، شوف هو حسب ما بيتفقوا، انا معرفش نظامهم ايه، ولكن الحلاقة عند العرب بتبقى اغلى شوية. يعني انا عرفت ان الاسعار من 150 وانت طالع 150 جريفة، في حين الحلاقة عند الاوكران من 70 جريفن او 60 جريفن وانت طالع ما بتتخطاش ال 100 جريفن او ال 120 جريفن. فانا دايما بسيب ال 120 جريفن وما بسألش، بس النهاردة سألت زي ما قلت لكم عشان اقول لحضراتكم معلومات اكيدة 100%. ده بالنسبة للحلاقة. طبعا حضراتكم شفتوا السوق اللي احنا دخلناه، ده البازار هنا في اوكرانيا، الناس بسيطة جدا، عبارة عن اكشاك حديد، وهتلاقي البازارات دي في كل مدن اوكرانيا، في العاصمة او في اي مدن او في خاركوف او في اي حتة، هذه الاشكال من البازارات من المجازين او المحلات معمولة عشان الناس تبيع وتشتري فيها، بيفرشوا حاجاتهم بترابيزة وبيبيعوا، الناس بتيجي وبيكتبوا اسعار الحاجة عليها، في فصال في فصال، يعني ممكن تخش تشتري حاجة معينة فالبايع يقول لك دي ب 120 جريفن، تقول له ممكن انزل في السعر، فيقول لك ممكن 100 من 110 في نطاق ال 20 جريفن، بيسموها للشوكولاته، يعني حاجه دي الشوكولاته بتاعتك. بتشتري برضو اجهزه كهربائيه او اي حاجه، لو قلت للبايع مفيش تخفيض يقول لك ايه 20 جريفن شوكولاته، والله العظيم زي ما اكلمكم كده. فالناس هم نظامهم كده، ولكن الغالبيه ما عندهمش فصال. ده برضو بالنسبه للناس والحياه العامه بالنسبه للاسعار. طب انت لو رحت تشتري كيلو بصل مثلا او 2 كيلو بصل، هل تفاصل؟ لا، بيبقى كاتب لك على الحاجه السعر بتاعتها،
وانت بتشتري بالسعر بتاعه. ولكن في الملابس في بعض الاجهزه الالكترونيه يعني انا عاوز افتكر لكم الحاجات اللي ممكن تقول للبايع في تخفيض. الشركات والمحلات التجاريه الكبيره غالبا ما بيبقاش فيها فصال، وبعض المحلات الصغيره برضو ما بيبقاش فيها فصال، ولكن الغالبيه بيبقى ممكن تقولها له بس على استحياء. يعني انت انا بقولها احيانا وانا ببقى محرج يعني. فده بالنسبه للموضوع بتاع اوكرانيا والتسعيره والفصال والحلاقه، كله موضوع مرتبط ببعضه عشان انت تيجي تعيش هنا في اوكرانيا. بحاول ان انا الم لكم بعض الامور، وفي مواضيع كتيره جدا هنتكلم فيها كتير، وحاجات قديمه ان شاء الله هنتكلم فيها. بصوا هظبطكم اخر تظبيط ان شاء الله، الايام الجايه هيبقى في فيديوهات تعليميه، نقول ثقافيه، نقول معلوماتيه، اي حاجه عاوز تسميها سميها، ولكن هي لتثقيف حضراتكم عشان تعرفوا الشعوب الاخرى، عشان تعرفوا الناس عايشين في اوكرانيا ازاي. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم، اتمنى موضوع الحلاقه والبازار على قد ما قدرت، لاني موضوع التصوير هنا في اوكرانيا بصراحه انا بخجل جدا ان انا امسك كاميرا او امسك تليفون وامشي في وسط الناس. يعني احيانا ممكن تلاقي حد يقول لك لا ما تصورنيش، ودي حصلت معايا في المترو وانا نازل المترو من قيمه كام يوم ولسه ماسك الكاميرا وبصور. البنت في المترو قالت لي نوع التصوير في المترو. لما بتنزل كمان في المترو بتلاقي كاميرات كتيره جدا جدا وتلاقي شرطه، فعشان ما تحملش نفسك او ما تدخلش نفسك في مسؤوليه او مشكله، نيتنا الاولى والاخيره ان احنا نخدم حضراتكم لا اكتر ولا اقل. اتمنى تقولوا لي رايكم في الحلقه دي، اتمنى تسيبوا تعليقاتكم وما تنساش تشترك وتقول تعليقك وتعمل لايك للفيديو لو عجبك. سعيد اني حضراتكم بتتفاعلوا معايا. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم، اتمنى الحلقه تكون عجبت حضراتكم. صباحكم ورد وعسل، بحبكم، خلي بالكم من نفسكم يا عرب. السلام عليكم.